يذكرون من كتم العلم أن الشيخ الشنقيطي رحمه الله تبارك وتعالى صاحب أضواء البيان مفسر معروف الإمام أنه كان يغشش الطلبة بالامتحان بالامتحانات يغشش الطلبة يسألونه شنو حكم شنو إجابة هذا يجاوبهم إجابة يعلمهم أبدا يعلمهم الإجابات بالامتحان. فبعض الطلبة الجيدين ليدرسون كذا ما عجبه هذا الوضع فذهب إلى مدير الجامعة يخبره بهذا. من مدير الجامعة؟ الشيخ بن باز. قال ترى الشيخ الشنقيطي يجيب أسئلة الامتحانات للطلبة. فالشيخ بن باز طلب الشيخ الشنقيطي يأتي فجاءه فقال جاءنا بعض الطلبة أن تتعلم الطلبة الامتحان. قال لي صحيح؟ قال نعلمهم. قال لماذا؟ قال يسألونني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم يعلم فكتمه ألجم يوم القيامة بالجام من النار. فيسألوني أجيبهم. فقال للشيخ بن باز أعلم بس هذا امتحان حتى تعرف درجاته وتكون شهادات صحيحة. قال يعني عشان امتحاناتكم ادخلنا النار. اللي يسألني أجاوبه ما علي منكم من شهاداتكم ما تهمني شهاداتكم هذه الآن أدخل النار عشان شهاداتكم. اللي يسألني أجاوبه. قال خير. مشكلة الشنقيطي الشيخ بن باز وما يقدر بن باز يكلمه يعني. فقال الشيخ بن باز خير إن شاء الله. ثم نادى قال لا تخلونا يراقب على الاختبارات بس ما يملك شيئا عليه. قال بس لا تخلونا يراقب على الاختبارات.